على مدى خمسة أعوام تمكنت أم علام بن سالم من الإسهام في حل مشكلة تعليمية كانت تؤرق الأهالي في مدينة فديرك ألا وهي تهجئة الأطفال وتعليمهم نطق الحروف وتركيبها بكلمات وتهيئتهم للولوج إلى التعليم النظامي هذا إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم المحاضرة شئتها من سنة 2019 وتبارك الله في شاء الله قدمت الحمد لله قالت للمحضرة الله تعالى عمي بارك الله, الله. الله مولى محضرة إن شاء الله كبيرة قرا من الناس الله صدر ياسر من الناس رحمه إن شاء الله دمك تلك بارك الله وإن شاء الله هم دائما إن شاء الله يجمعون أهلهم إن شاء الله يقولون تبارك نستفاد عليهم إن شاء الله ولا تبارك الله إن شاء الله تركه ويخليه إن شاء الله هذا كان الحمد لله يجي نقرا شبه المرأة في تدمشي تركيا ان تأنى معهم ولا يت... ت... ت... تعود من... تواكب معاهم ولا يسعد بالها كل واحدة تحكم له وحولا يعني على الله يقرأ, يقرأ تمكن الأطفال من التعلم والحفظ بسبب المنهج التعليمي المتبع في المحضرة كان محطة إشادة من ذوي التلاميذة الذين يزداد عددهم خلال العطلة الصيفية الطفيل جبتوا لله سنة عند هذه في المحضرة ولاحظت انه ما شاء الله دمك فتيلا يجيني شهر الدار نكتب له الحروف نطايرهم له وعيت نقرا حرفين ثلاثه ويقول لي هذا كذا وهذا كذا وهكذا رغم صغر آه سن الحمد لله انا نقرا المدرسه والمره الجايه والسنه الجايه ان شاء الله وقيسه سنه ثانيه كوليج وفي فتره المدرسه نقرا المحضره ونقرا المدرسه ومنين تجي العطله الكبيره نقرا نركز الله على القران يعد دور المرأة في التعليم المحضري أساسيا نتيجة لقدرتها كمربية بالفطرة على التعامل مع الأطفال من الناحية النفسية والعقلية ما يمكنها من تحسين مهاراتهم التعليمية تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة ديرك